السلام عليكم ومرحبا شباب في فيديو جديد والعودة لسلسلة التخفيضات بعد توقف بسيط، وهذا كان بسبب انتهاء تخفيضات فصل الصيف، وخلاله شاركنا معكم مجموعة من الفيديوهات وأبرز العروض الموجودة. وأكيد بعد انتهاء تخفيضات فصل الصيف لم تكن هنالك الكثير من التخفيضات الجيدة، ولكن حاليا موجود مجموعة من العروض التي تستحق، والبداية ستكون مع كون إكزايل. سيقولك هذا العنوان في تجربة عالم مفتوح تحاول خلاله النجاة من كل الوحوش والمخلوقات التي تهددك، وهذا سيكون عبر جمع الموارد، بناء الحصون، وأيضا الأسلحة. كونان إكزايل من أحد أفضل ألعاب السيرفايفل، ولو أحببت عنوان مثل آرك فأكيد هذا سينال استحسانك، ويمكنك الحصول عليه بتخفيض بنسبة 50% وبسعر $7.59. هذا العنوان هو أحد كلاسيكيات تجارب الرعب، ويعد مرجع للعديد من الميكانيكيات الموجودة في هذا النوع من التجارب. عاد من جديد بعد أكثر من 30 سنة في هذه النسخة المستوحاة من أول إصداراته ليأخذك في تجربة رعب نفسي كانت حقا جيدة، ويمكنك الحصول عليه واكتشافه الآن من متجر ستيم مع تخفيض 50% من السعر الأصلي للعبة، وأصبح بسعر $13.49. Have you ever talked to a doctor about your condition? Graveyard Keeper تجربة ستاردو فالي لايك التي يقدمها هذا العنوان حقا مميزة ولفت استحسان الكثير، وبين صراعة الأشياء اكتشاف الدنجنات وبناء علاقاتك مع السكان، بهذا الشكل ستكون تجربتك مع هذه الرسوم الجميلة. متوفر هذا العنوان مع تخفيض بنسبة 75%، ويمكنك الحصول عليه بسعر $2.62. فوروجر أحد أمتع ألعاب المايننج، حيث ستبدأ في منطقة صغيرة وتجمع الأشياء التي تظهر من حولك، وعبرها يمكنك بناء الأدوات مثل فور لتصهر المعادن التي تجمعها. أيضا يمكنك الزراعة، وهذه الأعمال عندما تقوم بها ستعطيك أموال. هذه الأموال ستساعدك في توسيع عالمك وفتح مناطق مختلفة مع موارد جديدة. فوروجر متوفر مع تخفيض بنسبة 65%، ويمكنك الحصول عليه بسعر $3.49. بلاسفيمس 2 تجربة السوس الأكاديمية ستأخذك في مغامرة مليئة بالتحديات من منظور ثنائي الأبعاد مع هذه الرسوم الجميلة. وللصمود في هذه الرحلة سيقدم لك العنوان العديد من التطويرات لشخصيتك أو أسلحة، وإذا لم تكن تطويراتك للأسلحة كافية يمكنك تغييرها مع التشكيلة الواسعة من الأسلحة الموجودة. بلاسفيمس 2 متوفر بنصف السعر مع تخفيض بنسبة 50%، ويمكنك الحصول عليه بسعر $7.49. بنديكتا Confraternity of endless horizon. Odon of the confraternity of salt. بايوميوتن تجربة الأكشن RPG عالم مفتوح التي قدمها هذا العنوان كانت متواضعة وتعاني من الكثير من المشاكل المزعجة التي لا يمكن تصليحها بمجرد تحديث، لهذا إلى يومنا ما زال تقييمات العنوان ليست جيدة ولا يمكن أبدا أن ننصح به بسعره الكامل، لكن مع تخفيض بنسبة 75% من الممكن إعطائه فرصة. وإذا أردت تكتشف ما سيقدمه بايوميوتن يمكنك الحصول عليه بسعر $4.74. دارك سايدر 3 هو المرجع المثالي أنه لا يجب أن تكون كل ألعاب تجارب عالم مفتوح مع العشرات من المهام الجانبية، وبأسلوب لعب الهاك أند سلاش ستواجه مجموعة من الأعداء والزعماء وقتالهم لن يكون أبدا سهل، وتحتاج لتطوير نفسك للصمود في هذا العالم. ومع الإعلان عن جزء جديد قادم من هذه السلسلة هذا هو الوقت المناسب لتجربتها واكتشافها، ويمكنك الحصول على جزئها الثالث مع تخفيض بنسبة 80% وبسعر $3.79.
هذا شباب كان كل ما لدينا بالنسبة للتخفيضات لهذا الأسبوع، وبالنسبة لهذا الفيديو ابتداء من اليوم سيكون بشكل أسبوعي بالتحديد كل يوم سبت، وسنغطي فيه أبرز التخفيضات الموجودة خلال ذلك الأسبوع. وإذا كان لديكم أي نصائح للتحسين من هذه الفيديوهات أو عروض ممتازة لم نذكرها في هذا الفيديو اكتبوها لنا في الأسفل في التعليقات، وإذا ما قدمنا هنا لإعجابكم لا تنسونا من السبسكرايب واللايك، ولا فيديو آخر نستودعكم الله، سلام.